طرب، طرب من نوع آخر هو الحقيقة. باش نستقبل ضيوفنا زوز، الفنان القدير نور الدين الباجي والأستاذ شكري عمر الحناشي، باش تسمعوهم الزوز في ميدلي حلو ياسر صباح فخري، وأكيد باش تستمتعوا. تفضلوا. الخمار الأسود
كل المليحة في الخمار الأسود في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدين قد كان شمر الصلاة قد كان شمر للصلاة قد كان شمر للصلاة ثيابه لما خطفت عقله بباب المسجد قد كان ينوي الصلاة ثيابه حتى خطرت عقله بباب المسجد بباب المسجد بباب المسجد الخمار الأسود
كل المليحة كل المليحة سلبت منه دينه ويقينه وتركتني في حيرة لا 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 يهتدي لا 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 Oh,
مالك من الرحام ينحني حلقا العناية صدف في خبايا الأيام والعطايا تحف لا بسعي الأقدام قد عرف من عرف وشغل قد لام لا تعول على لا تعول على لا تعول على أهل الصدق تعول على لا تعول على غير أهل الصدق قد عرف من عرف وجهل من قد لام لا تعول على لا تعول على لا تعول على غير أهل الصدق.
شيخ ابن الدرعية والليل زاني باللي جمار وطرية وانا زاجي شيخ ابن لحباه بها المولى كل مقاييس الفنان والنجم الكبير. هو نجم بكل المقاييس العربية والعالمية، هو فنان كبير تونسي وأيضا نجم نقول حتى على المستوى العربي، يغني صوته كبير ويغني للكبار، يغني للعمالقة. سي عدنان في الكواليس قال لي معلم المعلمية، حياة كبيرة منكم. We'll be right back.
علشان نلقى حبايب يستغلوا ما لقيناش يستغلوا ما لقيناش يستغلوا ما لقيناش ماشي وسلمت عمري ضيعت يا قلبي علشان نلقى حبايب يستغلوا ما لقيناش يستغلوا ما لقيناش يستغلوا ما لقيناش نجمنا العشوية هذه عشوية فن وموسيقى وطرب أكيد باش تكون في حضرة الفنان القدير نور الدين البيجي. نحب نسمع تحية أكبر من هكا أكيد في حق فنان كبير بكل المقاييس وبكل المعطيات. باش نشبع فن العشوية هذه باش نستمتع بأجمل وأحلى الأصوات اللي تعدت للمرحلة الثانية. باش نسمعوا منهم وشكونهم اللي مثلوا المجموعة